تفضل. هو سيدتي زي ما تفضلتي انت ان امريكا الان يعني لا لا لا, لا تدفع باتجاه وقف اطلاق النار في غزه من قبل إسرائيل، لأن ذلك حسب قولها وحسب ادعائها أنه يسمح أو يعطي حماس فرصة لإعادة ترتيب أوراقها وإعادة تنظيم صفوفها لتتمكن أكثر في مقاومة في الاحتلال أو العدوان الإسرائيلي الهمجي. المعروف أن إسرائيل يعني هي حليف أمريكا الذي يعتمد عليه في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أبدا ومطلقا قولا واحدا ان يمس امن اسرائيل وان تتزعزع ثقه الشعب الاسرائيلي في حكومته. ذلك من اليوم الاول لما قامت به حماس في 7 اكتوبر اعلنت دعمها الكامل لاسرائيل وقدمت 14 مليار دولار وارسلت البوارج وارسلت الفرقاطات وارسلت الجنود وتاهبت طائراتها الاف 35 في كل قواعدها، وهذا معروف وهذا تحالف استراتيجي أمريكي إسرائيلي. بموضوع الدول العربية والانقسام في الموقف، الدول العربية محرزة أمام شعوبها وحماس لها حاضنة شعبية في كل المجتمعات العربية، إضافة إلى الرأي العام العالمي الآن الصاخب والذي يعني يقف ضد هذه الحرب التي دمرت الحجر والبشر وقتلت الأطفال والنساء. نعم. التي تنقلها وكالات الإعلام يعني حقيقة يعني مزعجة ومؤلمة ويعني صحت الضمير العالمي حول جرائم إسرائيل في غزة. هذا أوقع الحكومات الحليفة في المنطقة بحرج وطلبت من الولايات المتحدة الأمريكية ممارسة الضغط لوقف هذا العدوان أو على الأقل إعطاء هدنة إنسانية لإيصال المساعدات، ولكن نتنياهو ووزير دفاعه وطاقم الحكومة حكومة الحرب لم يوافقوا وتحدوا حتى يعني مشورة أو نصيحة بلينكين اللي قال يعني أنا أشير على الحكومة أن تعطي هدنة ولو يعني هدنة إنسانية بسيطة، لكن الإسرائيليين يواصلوا عدوانهم ومصرين على مواصلة حربهم ضد غزة حتى يحققوا أهدافهم المعلنة وهي القضاء على حماس وإقامة سلطة بديلة لحماس في قطاع غزة. طب دكتور قاسم، يعني ماذا بعد؟ ما هي السيناريوهات التي تتوقعها في حال استمر هذا الانقسام الحاد بين الولايات المتحدة وبين الدول العربية يعني بشأن إطلاق وقف إطلاق النار في غزة؟ الدول العربية الحكومات الرسمية يعني لديها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول قدر الإمكان يعني أن تخلق موقف أمريكي على الأقل يراعي الحد الأدنى من مطالبها، إما بهدنة إنسانية أو لذلك أمريكا تماطل وتحاول استعجال تحقيق أي هدف إسرائيلي في غزة. أعتقد أن أمريكا لن تضغط ولن تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار، وهذا ربما يسبب حرج للحكومات العربية الحديثة التي تربطها علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، عمان، هذه الدول حقيقة ومصر أيضا، هذه الدول تطالب أمريكا وغاضبة جدا مما يحصل في غزة من مجازر يعني تطالب المدنيين العزل والنساء والأطفال وطالة المستشفيات والمدارس، فهي بالتأكيد الأمور ربما يعني تتأزم ولكن لن تصل إلى القطيعة مستقبلا. نعم، شكرا لك دكتور قاسم على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي من عمان الدكتور قاسم العمرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة البتراء، شكرا لك.